بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من عرف. النهارده هنناقش مع بعض حقن الكوزنتكس موجوده في الامارات وسعرها 7300 درهم. حقن الكوزنتكس بتعالج امراض صدفيه روماتيزميه وبتعالج الصدفيه. خلونا نروح نجيبها من عرف ونناقش مع بعض ونشوف هي ايه بالظبط وبتشتغل في ايه وبتعمل ايه بالظبط. انا عمر ابو بكر ويلا بينا نبدا. يلا قبل ما نتكلم عن حقن الكوزنتكس ونشوف هي بتشتغل ازاي، خلونا الاول نعرف الصدفية. بيحصل خلل مناعي في جسم الانسان بيبدأ من خلاله الجسم يدي اشارات للجلد ان الجلد ده يبدأ يغير نفسه او يبدأ يموت بشكل اسرع. في الطبيعي الحركة او الدورة اللي بيبدأ تتجدد فيها خلايا الجلد بتاخد تقريبا شهر، لكن مع امراض المناعة وخصوصا الصدفية المرحلة دي بتاخد 3 ايام بس. فمتخيلين الدورة بدل ما هي بتاخد شهر بقت بتاخد 3 ايام. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل قشور، بتبقى قشور كتير جدا على الجلد، والقشور دي بتؤدي الى التهابات، بتؤدي الى بقع وبتشات حمراء، بيكون معاها الم وبيكون شكلها مش طبيعي. الصدفيه في الاغلب بتطلع في اي مكان في الجسم، ممكن تطلع على حته كبيره وممكن تطلع على شكل بتشات، بتطلع على فروه الشعر، على القفا من ورا، في الجسم كله وعلى الظهر. الطبيعي لما بنيجي نعالج الصدفيه يا اما بتتعالج بكريمات، يا اما بتتعالج بحبوب، يا اما بتتعالج بالضوء والليزر، يا اما حاليا بتتعالج بالبيولوجيكال تريتمنت. بيولوجيكال تريتمنت اللي هي ادويه مصنعه جينيا علشان تروح تشتغل على حاجه معينه في جسم الانسان هي اللي بتسبب المرض ده. الادويه البيولوجيه دي في الاغلب سعرها بيكون غالي، والكوزنتكس واحد من الادويه البيولوجيه اللي موجوده في الماركت. خلونا نقول ان 80% من الناس اللي بيصابوا بالصدفيه بيكون عندهم احتمال كبير جدا ان هم يصابوا بالصدفيه روماتيزميه ويحصل لهم التهاب في المفاصل والتهاب في الاصابع والتهاب في كعب القدم. كل ده بيعمل مشاكل جدا، والدكتور لازم يعمل تحليل علشان يكتشف هو ايه نوع الروماتيزم اللي موجود ويبدا يعالجه بشكل كويس. لكن لو انت مريض صدفيه وبدات تحصل اعراض والتهاب في المفاصل، فاحتمال كبير جدا يبقى عندك صدفيه روماتيزميه. خلونا دلوقتي نتكلم على حقن الكوزنتكس. دي شكل علبة الكوزنتكس، بتيجي من جوه فيها قلمين وهنشوف مع بعض ازاي بيستخدموا. المادة الفعالة فيها اللي هي سيكيوكونو ماب، المادة دي بنقدر نقول عليها ان هي انتي بودي او اجسام مضادة. ببساطة هي بتشتغل ازاي؟ هي بتروح على البروتين اللي بيروح على الجلد علشان يقول للجلد ابدأ اشتغل والحركة دي يزيد ويمسكه. البروتين ده بتطلعه خلايا المناعة اسمه IL-17A، بيروح ماسكه ما بيخلوش يروح على الجلد علشان ما يبدأش يخلي الجلد يبدأ دورة حياته تبقى أسرع. احنا كده فهمنا بيشتغل ازاي. انا دلوقتي لما همسك البروتين ده وابدا اشتغل عليه هيبدا يقلل لي ظهور اعراض السورياسيس اللي هي الالتهاب، ويبدا يقلل القشور دي كلها ويبدا الشخص ده يرجع طبيعي. حقن الكوزنتكس ممكن تتاخد لوحدها وممكن تتاخد مع ادويه تانية مساعده او مع علاج الليزر او مع حاجات تانية. حقن الكوزنتكس بتتاخد من سن 6 سنين فما فوق. ناخد بالنا واحنا بنتعالج بالكوزنتكس ان الكوزنتكس بيقلل المناعة، وممكن الناس اللي عندهم أمراض تانية ممكن يتأثروا بشكل كبير جدا، علشان كده لازم تتاخد بوعي مع الدكتور ونتابع عليها. جرعة الكوزنتكس تقريبا على حسب الحالة وعلى حسب الشخص، لكن الجايدلاينز بتقول ايه؟ بتقول ان احنا ناخد في اول 4 اسابيع هناخد كل اسبوع 300 mg. يعني العلبة بتيجي فيها زي ما انتم شايفين كده قلمين، القلم الواحد في 150 ملغرام. عشان انا اخد 300 يبقى انا هحتاج ان انا اخد قلمين كل اسبوع، ده في اول 4 اسابيع، وبعد كده اكمل كل شهر اخد علبة كوزنتكس. وبعض الحالات بعد ما بتكمل اول شهر ده بتاخد ممكن تمشي على قلم واحد من القلمين كل شهر لو الحالة بتاعتهم كانت اخف بكتير من الحالات التانية. اكيد السؤال اللي بيدور في دماغك دلوقتي، استخدمها ازاي لو انا عيان او لو انا صيدلي وهنصح حد ان هو يستخدمها. القلم بيجي زي ما انتم شايفين كده، مجرد ما بتشيل الكابل اللي عليه من بره تبدا تحطها على الجلد بشكل كده بشكل عمودي، تضغط بتبقى شايف السائل من هنا، مجرد ما بتنزل الابره بتنزل بتسمع تكه في الاول، وبتبدا تشوف السائل ده وهو بينزل، واخر السائل ده ما بينزل بتسمع تكه تانية معناها ان السائل ده خلاص
خلص. ناخد بالنا بكام حاجة كده واحنا بنستخدمها. أول حاجة لو أنت بتبص على السائل ده، السائل ده الطبيعي أن أنت تلاقي فيه كده هوا شوية صغيرين، وده طبيعي جدا. لكن اللي مش طبيعي أنك تلاقي حاجات كده معكرة، أو تلاقي أن السائل الأبيض الشفاف ده فيه حاجات جوه. لو فيه حاجات جوه أو متعكر يبقى أنت مش لازم تاخده تماما. ده ببساطة كان عن الكوزنتكس. طبعا لو حد هيسألني اشتري حاجة ب 7300 درهم علشان استخدمها، انا مقدرش اقولك تشتريها ولا لا، بس هو ده علاج متوفر وموجود في السوق، وممكن يكون اتكتب لك او هيكتب لك وانت عايز تعرف. في الاغلب الحقن دي كلها بتتغطى بالتأمين الصحي، والتأمين الصحي بيغطوها بشكل كويس. في بلدان كتير جدا بيبقى فيه انظمة كتير جدا بتبدأ تدي الادوية دي فور فري او بنسب قليلة جدا. احنا كده خلصنا. دمتم في نعمة، دمتم في صحة. والله الصحة دي غالية، والله لما نيجي نعرف الحاجات دي واسعارها عاملة ازاي والناس عندها ايه، نعرف ان نعمة ربنا غالية علينا. دمتم في فضل من الله. اشوفكم على خير في حلقة جاية من عرف. سلام.